مرحبا حبايبي، صف ألف درسنا اليوم القيمة المكانية الأعداد حتى 9999. إحنا ماخذين المراتب، المراتب نبدي من مرتبة آحاد، عشرات، مئات، ألف. مثلا عندنا العدد 4572. هذا العدد يا حبايبي 4572. احنا نعرف عند قراءة العدد نقرأ مرتبة الألوف وبعدها المئات وبعدها آحاد ثم العشرات. اكو احد ما يعرف هذا الشيء؟ ماخذي احنا آحاد تقرأ قبل العشرات. مثلا لو كان عندي فقط 72، فقط 72، شقد نقرأها؟ 72 آحاد ثم العشرات. الآن عندي مئات آحاد عشرة، 572. أول شيء ماما ننتبه على الدرس، شنو بيدك؟ نبى ماما يلا كافي. الآن الألوف 4572. درسنا حبايبي اليوم القيمة المكانية. القيمة المكانية هذا هو جدول القيمة المكانية. هذا العدد، هذه هي أرقامه. ما هي القيمة المكانية للاثنين؟ القيمة المكانية للاثنين تقع في مرتبة الآحاد، ننزلها نفس ما هي، قيمتها 2. الآن القيمة المكانية للسبعة، القيمة المكانية للسبعة، السبعة واقعة في مرتبة العشرات. أنا من نجي أكتب العشرة كم صفر؟ فيها صفر واحد، إذا السبعة بمرتبة العشرات قيمتها المكانية 70. نضيف لها صفر واحد ليش؟ لأن أنا من نجي أكتب عشرة عندي صفر واحد بالعشرة، أوكي؟ الآن 5%. أريد قيمة 5%. أنا من نجي أكتب المية أكتب كم صفر للمية؟ صفر. الخمسمئات قيمتها 500، بها صفرين لأن المية بها صفرين. الآن هسه عندي الأربعة بالألوف، إذا أكتب ألف كم صفر أكتب للألف؟ ثلاثة أصفار، يعني الأربعة قيمتها المكانية 4000. هذه هي القيمة المكانية لكل رقم في هذا العدد. ماما إذا قلت لكم أريد الصورة التحليلية، الصورة التحليلية هي مجموع القيم المكانية لكل رقم في العدد، يعني هذه هي القيم المكانية أجمعهم، هي هذه الصورة التحليلية. أنا مو كتبت القيم المكانية؟ رح أجمعهم تصير عندي الصورة التحليلية. حبايبي أكو حد عنده سؤال؟ حبايبي صفحة 12 ناخذ فقرة أتعلم، قطعة عدة في لعبة الساحة والميدان 7251 متر. صفحة حول الملعب صفحة 12 ماما. ماذا يعني رقم 7 في العدد؟ هسه انتبهوا على الصبورة، ماما اترك الكتاب، هسه انتبهوا على الصبورة. ماذا يعني رقم
قيمته والمطعم هي 7000. عافية كل الزين. الآن المثال الثاني، اكتب العدد 5713. نستخدم جدول القيمة المكانية، يعني أخلي كل رقم بهذا العدد مكانه. 3 آحاد، 1 عشرات، 700، 5 ألوف. ثم اكتب الصورة التحليلية، نريد نكتب الصورة التحليلية. الكلاسة قيمتها ايش قد؟ 3. احنا اخذنا الصورة التحليلية هي مجموع القيم المكانية، يعني هسه راح اجمع القيم المكانية. الكلاسة قيمتها 3. الواحد 10، لانها مرتبة العشرات. والسبعة 70. ماما الواحد عشرات خليها 0 1، السبعة مئات خليها 0. اوكي الان الخمسة 5000. 5 بالالوف. من اجي اكتب الالف بها كذا اصفار، من اكتب القيمه المكانيه للخمسه وهي بمرتبه الالوف اخلي لها كذا اصفار. ماما حبايبي الان مثلا ناخذ العدد، الآن هذا العدد يا حبايبي نريد نكتبه بالصورة التحليلية، وقلنا هي الصورة التحليلية هي مجموع القيم المكانية. مثلا الاثنين ايش قد قيمتها؟ 2، ليش؟ لأنها مرتبة الآحاد. والخمسة 50، لأنها في مرتبة العشرات. الستة 600، لأنها في مرتبة المئات. والثمانية 8000، لأنها في مرتبة الآلاف. وهذه هي الصورة التحليلية لهذا العدد. أو يعطيني الصورة التحليلية ويقول لي مني يكتب الرقم من الصورة التحليلية. الصورة التحليلية الآن عندي 2 زائد 30 زائد 700 زائد 1000، فأكتب الرقم 2 بالآحاد، 3 بالعشرات، 7 بالمئات، و1000 في مرتبة الألوف. صار العدد 1732. هاي من ينطيني الصورة التحليلية ويريد مني أكتب الرقم من الصورة التحليلية. نفتح الكتاب على صفحة 13، اكتب اسم المرتبة اللي تحت حقها وقيمتها المكانية. أولا العدد 1345، الخط تحت الخمسة، أكتب اسم المرتبة. يا مرتبة هاي أول مرتبة عندي مرتبة آحاد، هي 5 قيمتها المكانية 5 لأنها في مرتبة الآحاد. ثانيا 2603، الخط تحت الصفر، أي مرتبة؟ آحاد عشرات، نكتب مرتبة العشرات. حبايبي الصفر أي مكان يجيني بالآحاد بالعشرات بالمئات بالألوف قيمته المكانية صفر، الصفر ما إلى أي قيمة. الآن ثالثا 2154، الخط تحت الواحد، الواحد يا مرتبة؟ مئات،
وقيمته المكانية 100. رابعا 9117، والخط تحت التسعة، أي مرتبة تسعة؟ ألوف، وقيمتها المكانية 9000. الآن صفحة 13، اكتب العدد بالصورة التحليلية. السؤال الخامس 7934، نكتبه بالصورة التحليلية الأربعة، وقيمتها أربعة في لأنها في مرتبة الآحاد. الثلاث عشرات قيمتها 30. التسعة مئات وقيمتها 900. السبعة ألوف وقيمتها 7000. العدد السؤال السادس 2657. السبعة آحاد قيمتها 7. خمس عشرات قيمتها 50. الستة مئات قيمتها 600. والاثنان ألوف وقيمتها 2000. اكتب العدد بالأرقام من الصورة التحليلية. حبايبي الآن نعطيني الصورة التحليلية. 2 زائد 10 زائد 500 زائد 7000. 2 آحاد، 11 500، 7000 7512. الآن أيضا نعطيني الصورة التحليلية ويريد من عندي العدد 6 زائد 70 زائد 800 زائد 9000. 6 آحاد، 7 عشرات، 800، 9000. العدد 9000.